خويا كلشي غالي على العزيز، كلشي ثم هي التاليه. كنا تنمشيو عند شي واحد تنقولوا له اعطيني نعطيه دريهم تعطينا رويس، دابا خصك ثلاثه اربعه دراهم الرز ديال الثومه. هذا ابسط ما يكون كاع. الحار اللي هو حار ما تيتنكلش وغالي، اما بطاطا ومطيشه وبصله داكشي ما نهضروش عليه. الديسير المسكين بلا ما يعاد يولي يفكر فيه تيشوفه غير في التلفاز. لا غير الحبيب كلشي غالي، بالحل شنو هو ما كاينش. عينا دابا دايره تقريبا عام والصرف ولا اكثر، وقيلا عامين والغلا الغلا وما كاينش. يا خويا كلشي تيقول، مرات تيقول لك الشتا، مرات تيقول لك الثلج، مرات تيقول لك الحراره، مرات تيقول لك التصدير، كل مره شنو تيقول لك الحبيب. وشنو هو الاساس ديال هذا المشكل ما عارفيناش حنايا، اللي عارفين راهم مدبرين مهني راسهم، هذوك ما تيهضروش. هذوك عارفين المشكله اخي ما تيهضروش. خويا الحل، الحل يشوفوا مع الحكومه بعد يبدلوها والامور تكون مزيانه. الحكومة تبدل والأمور تكون مزيانة. كانوا قبل منا حكومات أخرين ما كانش هذا الارتفاع ديال الأسعار، كنا تنهضروا في حاجات أخرين، تنهضروا في الماء، تنهضروا الناس باغية تسكن. دابا ولينا تنهضروا عاوتاني بحال العصر ديال 1980، ولينا تنهضروا على الغلا، على مطيشة، الناس مابقاش تلقى سبب تاكل. راه بزاف والله بزاف. 2023 الناس ما تتقاتل على مطيشة وبصلة وبطاطا، راه هادشي غريب. اتمينا خويا اش نقول لك، انا تقريبا اش نقول لك، هادشي 6 شهور ما درت تجاره كاع، بقاو هاد الغلا سالينا حنا ما التجاره. مطيش اخويا على ما تنسمعوا دابا حاليا كاينه ب 8 دراهم، بطاطا 8 دراهم، 9 10 دراهم. سمع اخاي، جات الزياده دابا راه غادر في شي 3 ايام هادي ولا 4 ايام طلعت 2 دراهم 3 تزادوا. بصله اخويا هكاك. بالنسبه حنا تنقول لك ابسط ما يكون كاع هو هذا. انت اخويا هذا خص كان 3 4 دراهم، ولا دابا ب 8 دراهم، وكاين واحد خلاص كان بجوج دراهم ولا ب 5 دراهم. هذا غير خص وخيزو خويا 8 دراهم بنجال، بنجال واقيلا بشي 6 دراهم هو وفلفله. ماشي الاخر كلشي غالي اخي، كلشي كلشي، ما كاينش شي حاجه تحت 100، كلشي 100. كنا شحال تنقولوا حنا تنكونوا خارجين في الشارع تنسمعوا البنان 160 2 كيلو 300، ما بقيناش نسمعوا هاد الظاهره كاع. ما بقاش دابا هاد المغرب 12 درهم ما تفاح بحال تنجيبوهم من اوروبا، ما بقى لا ميدات لا موزار لا تلعبه، ولا بحال تنجيبوهم من اوروبا. لا سخالو التيكيه 25 26 30، يعني راه بزاف الحبيب والله بزاف. السلام عليكم، معكم من السوق الامام علي. كنهضروا دابا على ارتفاع الاسعار، عرفتي دابا راه بزاف، راه خزو واصل 10 درهم، راه ما يمكنش خزو. كنا كنديوها غير ب 3 دراهم ولا تيدير 10 دراهم اصاحبي، حشومه عليه. كنا تنجيبوه بالجمله ب 7 دراهم 8 دراهم، وبطاطا 110 كنا تنجيبوها ب 3 دراهم ولينا تنجيبوها ب 110، دابا تنبيعوها ب 8 دراهم. بزاف هادشي، هذا ماشي معقول والله، ما معقول بالله. راه لا اله الا الله وصافي، بالصبر وصافي، ما عندنا ما نديرو. ما تنساش دير ابوني الفيس بريس وتضغط على زر الجرس باش توصل بكل جديد.